اشنو اللي جعل الاستاذ ادريس الملياني اللي كان كينعم بالوظيفه وبالمنضه ديالته يفضل مواقفه السياسيه والمبادئ ديالو على الوضع الاجتماعي والاعتباري ديالو اللي كان عايش فيه، ويفضل الانضمام لمنظمه سريه تحت قياده عمر دهكون والفقيه البصري ويلقى المصير المشؤوم ديالو؟ بعد محاكمات 1963 في المغرب بدا الطرح كيسخن، والمعارضه لنظام الحسن الثاني بدات كتجهد، والمواجهات بدات بالقرطاس وبالاعدامات بلا شفقه وبلا رحمه، وما تلاها من الوان التعذيب والاعتقالات والقصف الحقوقي اصبح مؤشر عن الخروج عن الاطار المؤسساتي اللي كيميل اكثر نحو المد الثوري، واللي تنامى مع تحقيق الدول المستعمره لاستقلالاتها الوطنيه. في هذا الاطار هذا فر العديد من المناضلين الاتحاديين في بدايه الستينات من المغرب خوفا على ارواحهم الى المنافع العربيه والبلدان الاوروبيه، وكان من بينهم طبيعة الحال مولاي عبد السلام الجبلي، الحسين خضار، الخضار بارو، عمر العطاوي، ابراهيم التزنيتي، وبوراس الفقيقي، والحسين الصغير، وعبد الله الدكالي، وكذلك الزعيم الشيخ العرب، وبزاف ديال المعارضين للنظام. وبعد توالي سنوات الكماشه الحديديه واندلاع حرب الرمال مع الجزائر، قرر المعارضون ان الوقت قد حان للشروع في العمل السري بعد مقتل شيخ العرب والمهدي بن بركه، وغادي يسعى الفقيه البصري الى تاسيس منظمه سريه على راسها واللي غادي يقودها من داخل المغرب عمر دهكون، وغادي اسس مجموعه ديال الخلايا الثوريه في جميع مناطق المغرب، وغادي تكتشف الامر ديالهم سنه 1969 من طرف البياع ابراهيم المناضي، وبقى البحث جاري عليهم واحد من وراء واحد حتى الاحداث مولاي بوعزه بخنيفرة عام 1973، وتم القاء القبض على منهم وفر البعض منهم خارج المغرب. اشنو هو الدور اللي قام به الادريسي الملياني في هذه الاحداث؟ واشنو علاقته بعمر دهكون؟ واشنو علاقته بهذه المنظمه الثوريه؟ وعلاش تعدم مع عمر دهكون و16 واحد اخر من الرفاق ديال عمر دهكون؟ بدايه الاستاذ الادريسي الملياني مولد سنه 1940 بسلة، والده هو الهاشمي بن عبد الرحمن، والوالده ديالته هي فاطمه بنت محمد. كان باقي ما مجوش وباقي اعزب ساعه ما اطلقت عليه فرقه الاعدام النار بالقنيطره في السجن المركزي ورفقه 16 واحد معتقل من رفاق عمر دهكون. جاء الحيثيات ديال الاعدام ديالو انه كان فراسه في شهر فبراير 1969 انه كان عارف على شي منظمه سريه يقودها عمر دهكون، وانه كان صديق الحميم ديالو او ما عرف في حوليات الاتحاد الوطني بالتنظيم الثوري او الجناح الثوري اللي كان كيهدف الى القضاء على النظام الملكي واقامه نظام بديل. وقبل الانخراط في التجربه وفي 15 يوليو 1971 مشى الادريسي الملياني الى فرنسا بطلب من عمر دهكون، وكان الغرض من السفر هو الانتقال الى دوله اجنبيه للتدريب او التدرب في معسكراتها على الاسلحه وتدريب عسكري من طبيعه الحال حتى يكون مهيئا للعمل المسلح في المغرب. لكن الامور اتخذت وجهه اخرى ولم يتم المطلوب لانه اخطا في الموعد، وجاء بعد ان سافرت المجموعه اللي كانت غادي تمشي الى معسكرات تدريب سوريا، وغادي يرجع المغرب على نفقه المنظمه السريه. تهمه اخرى وجهت للملياني الادريسي انه كان مع عمر دهكون او قام مع عمر دهكون بوضع القنبله المتفجره التي استهدفت دار امريكا بالرباط، وفي الثاني من مارس 1973 اي قبل احداث مولاي بوعزه بيوم واحد. ومن المعلوم ايضا ان الادريسي الملياني كان كيسلم لعمر دهكون مفاتيح البيت ديالو باش ينعس فيه من وقت لاخر، لا سيما بعد ان اصبح عمر دهكون مطاردا بعد محاكمه مراكش الشهيره سنه 1969 وتحكم ب 20 عام ديال الحبس. الادريسي الملياني كان استاذ في ساله
ولم يسبق له أن تعرض للاعتقال أو المحاكمة، وما كانش كتعرف عليه الأجهزة أي حاجة. أمام المحكمة نفى المرحوم الإدريسي الملياني الأفعال المنسوبة له، واعتبر أن ما ورد في المحاضر هو نتيجة فقط للتعذيب الوحشي اللي انهش الجسد دياله. وجاء في تصريح ديالو رئيس المحكمة الأستاذ محمد اللعبي أنه لم يلتقي بدهكون قبل سنة 1971، ولكنه كان كيعرفه منذ 1962 عندما كان بجوجهم في إعدادية النهضة بسلة، ونفى أن يكون له علم مسبق بأن عمر دهكون مطارد من طرف الأجهزة الأمنية والشرطة، وأن هذا الأخير قد طلب منه استقطاب زملاء أساتذة التنظيم ديالو، كما نافى أن يكون قد تلقب أو كانت سميته سليم كاسم حركي كما هي العادة في الأعمال السرية التي يلجأ إليها يعني المعارضون بتناول أسماء حركية. هذا الهضرة كلها أمام المحكمة ما كانت له والو، وحكم بالإعدام بحال أصحابه، ونفذ فيه الإعدام، ويعني اللي تساقوا بحال نهاج كيف ما شبههم الفقيه البصري نظرا للمغامرة ديالهم اللي قاموا بها، رغم أن الفقيه البصري هو اللي كان مزعم هذه المنظمة السرية. حتى هو كيتساق يعني إدريس الملياني إلى حلبة الإعدام ظل يردد أحب هذا الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.